التمور العراقية ثروة زراعية يمكن أن تنافس النفط وتسهم في تنويع الاقتصاد. يعتمد العراق بشكل كبير على النفط كمصدر للدخل، مما يضعف الاستفادة من قطاعات أخرى كإنتاج التمور الذي توازي مردوداته المالية سعر برميل النفط إذا ما قيست بالنسبة والتناسب. تجارة التمور تجارة مثمرة وتدر أرباح وإيرادات كبيرة جدا، قد لا نبالغ أنه قد تكون هي المورد الثاني بعد النفط بالنسبة للعراق. يعني في السنوات السابقة تشير بعض الإحصائيات أن واردات العراق تتجاوز 120 مليون دولار سنويا بالنسبة لتجارة التمور، وأعتقد أن البلد حقيقة قادر على أن يكون هذا المنتج منتج اقتصادي يدر إيرادات كبيرة للبلد. ورغم ارتفاع أسعار التمور لم تستثمر بشكل كاف لتحسين إنتاجه وتصديره عالميا، مما يجعل الاستثمار في هذا القطاع فرصة لتحقيق التوازن الاقتصادي وتقليل الاعتماد على النفط. اليوم العراق ماضي بعودة إلى النخلة اللي هي أساس البلاد وهوية العراق. اليوم النفط ممكن أن ينبض لكن الزراعة ممكن أن تستمر. هناك اهتمام كبير من رئاسة الوزراء ومن لجنة الزراعة البرلمانية بالزراعة بشكل كبير والنهوض بها بكل أنواعها. قد صوتنا على قانونين مهمين للفلاح وهي تعديل قانون 35، وأنطيناه حق التمليك 10 دونمات وزراعة النخيل بكل أنواعه والزيتون حتى نخليه يتمسك بأرضه وبقاعه، وأيضا تكون هي تعويض عن الأمن للأمن الغذائي. ويؤكد اقتصاديون أن الاستثمار في قطاع التمور قد يسهم في تنويع الاقتصاد العراقي وتقليل اعتماده على النفط، مما يعزز من استقراره الاقتصادي على المدى الطويل ويفتح آفاقا جديدة للتصدير. علي مطير، ون نيوز، كربلاء.